اسمع، اذا ارتكبت جريمه اكيد بتكون بالشيف نجود. طلبت مني كاسه مي. طلبت كاسه مي، يلا فيش وقت. ها يلا جو جو، خلينا نرجع فيه. فانا رح اكل اوكي، وانتي كلي يا حبيبتي. يلا خلينا نحكي ايش رح نعمل. رح نعمل هديه كثير لذيذه لكل المناسبات، بس هلا لانه عيد الام كتير حلوة إذا بدكم تعملوها مع الهدية الأصلية أو بتكون هي الهدية هاي هي الرئيسية. هلأ رح نحتاج بوكس عادية نقيتها سودا، رح نحتاج اسفنج الغاز تبع البلانتس بتجيبوه من محلات الورد، أي نوع ورد بدكم ياه، والشوكولات أي نوع مدور ويكون هيك شكله حلو. هلا انا رح زي ما انتم شايفين انا غازه الشوكليت بالتوثبيكس. اوكي تقدروا انتم هلا خليني اغزلكم واحده. هي بصير ادوقك روحي من وين. اوكي هي هون غزينا حبات الشوكليت بالتوثبيك. اوكي ورح نحط الاسفنجه جوا، انا قاصصتها طبعا بهذا السمك، حط ما بدي اياها كثير سميكه، قصيتها بهذا السمك رح احطها جوا البوكس. اوكي خلينا نحط، اذا مبين هون عندي البوكس. لا 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 مش مبين البوكس يا جماعه. هي مبين زي اوكي هي هيك عم بحط انا البوكس، رح احط بهاي الشقه كمان. اوكي يا في كثير عم بروح عليك يا جماعه. اسمعي هيك انا بزعجك لما تكوني تطبخي. لا بيب انا اسفه حدا سكتتني. لا 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 لانه مرات بتفرفط روحك مني، فهلا عرفت انه هلا عرفت الشعور. اوكي نمونكم، بس عم بعملهم انهم يكونوا كلهم نفس المستوى تقريبا. ها هيك تمام. إذا هيك بين عنا، حطيت كل الاسفنج اللي بدي إياه، طبعاً هاي لازم تدخل شوي لجوا أكتر، أيوة هيك بالكرتونة، وهلأ رح أحط عليها مي من كاسة. هاي مي شرب. هاي مي شرب؟ أوكي هاي مي حلوة. يعني مش عارفة إيش بدي أقول لك على هالمنظر اللي عم بشرب فيه الاسفنجة. عن جد بتشربي؟ أوكي أنا أكل. أوكي فهلا بس بدي اشرب الاسفنجة عشان ما يدبل الورد. اوكي طيب هلا زي ما بدي اقول لك اوكي زاكي آه. طيب هلا رح اصير اصف الوردات ورا بعض. اوكي جنب بعض. هلا انا حاططهم هيك. اوكي احنا صحيح مش عم نقرا مسجات فيك. اقرأ إذا بدك تقرأي. فراس أبو زيد أنا من المفرق. فراس أبو زيد طمن عنك، هلا وغلا. هلا إيش في إيش هاي فراس، مالك فراس؟ يسعد مساكي في وشاف نجود، أكلاتها بتشهي ورائعة، وراح أطبق مطفية الفقوس. برافو فداء. كل حدا حب مطفية الفقوس. هاي شوفي في عادة بتقول لك الطبخ هو كما أرى حالة إبداعية تشبه اللوحة الفنية اللي عم تعملها فيها هلا. هذه الحالة إذا وجدت المحفي علينا يا أحمد قاعد عم بتلبسني بالحيط مش عارفة أقرأ يقدرها حق. أوكي نكست سوري أحمد. بشرة الجعبري فكرة حلوة، كيك المايكروفيب تشبه البودينج بس كأنه فيري سويت كتير زاكي. إحنا مو حاطين فيه سكر، إحنا حاطين فيه الحليب المكثف المحلب. اسمعي ما أقول لك الطعمة. وين مين حكى فداء؟ جد جد ما أقول لك الطعمة. اوكي بشرة قصدي الورد ببينك ابيض شوكليت وبعدين ابيض. اوكي انت قد ايه بتحبي الفريرو؟ كثير بحبها وهي دعايه على الهواء. صح انت بتسكتي خالص. هلو اوكي عشاء احمد منورين يا حلوين بالتوفيق للجميع. حمامة السلام أمي هي الفرحة التي لا يمكن أن تتغير، الفرحة التي لا يمكنها أن تحزنني يوما ما. والله
بتعرفي أبي أنا شو غلبتها لأمي في كلنا أظن في مرحلة من حياتنا كنا جد متعبين وما منرد نمريض وبالآخر بتعرفي إنها بتحكي صح يعني إنه بس إحنا العنادة هاي والمرحلة وعدت إن شاء الله تكون عدت يا نجود ما بعرف عدت ولا ما عدت أنتي مع نجود عدت إيش هاي الأغنية ورد القيسي شف نجود أنتي روحك وأطلالتك والكاريزما اللي عندك هي اللي بعرفش أقرأ مسجات الكومبلمنتس بس thank you اوكي هيك احنا حلوه حبيبتي فيم يا ريت بس تخلصيها تبعتيها لامي باربد نفسي اكون عندها بيوم الام يا ريت يا ريت مقدمه ام معتز هيك احنا خلصنا البوكس شوفي قد ايه طلعت لذيذه وسهله كثير 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 سهله وبتقدروا تحطوا ربن بس احنا هون لا ما عندنا وقت نحط الربن عشان الشيف نجود كانت عم تطبخ باكو طيب ذكرينا شيف نجود ايش عملنا حبيبي عملنا فقوس طفيت فقوس باللبن وهيك نعنع وطفناها بتغمة وسمنة تمام وعملنا كيك بالمايكروويف مع كاسترد وحطيناها هيك بطريقة وكتير زاكي صراحة هلأ أدوقك إياها برزنتيشن رائع هلأ أدوقك إياها بدي أزيح لك بس هاي عشان تكون شكلها أحلى يلا أوكي وهيك إحنا منكون كمان خلصنا هدية عيد الأم شوكولات وورد وبوكسة وبتكون وبتقدروا مثلاً تقيموا شوي من الورد وتحطوا هدية عيد الأم فهيك منكون إحنا خلصنا yes. سباق مع الزمن كان بس بس خلصنا خلينا نشوفكم بحلقات جاي بهار ونار على الساعة 12 كل يوم ما عدا يوم الجمعة باي باي